السلام عليكم. قبل اي حاجة في كلمة صغيرة جدا جدا من القلب، شكرا. وان كانت كلمة شكرا يعني هي مش هتوفي حقكم، يعني انا عاوز اجيب يعني كلمة او الاقي عبارة اكبر من عبارات الشكر، ولكن بجد انا مش لاقي. هكتفي بس بكلمة شكرا، الكلمة البسيطة دي ولكن يعني بتحمل معاني كبيرة جدا لحضراتكم. شكرا لثقتكم ومتابعتكم ووصول القناة لمئة ألف متابع، شرف كبير وتكريم كبير جدا جدا لينا. شكرا لكل كومنت إيجابي وكل كلمة مشجعة قلتها لنا وكل تشجيع إن احنا نكمل. احنا إن شاء الله مكملين المنهج كامل سواء كونكت أو كونكت بلس بأمر الله. كلنا موجودين علشان خدمة الأولاد، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، تشوفوهم محققين كل اللي تتمنوه ليهم إن شاء الله. وبندعو الله دايما إن احنا نكون عند حسن ظنكم وقد ثقة حضراتكم. من القلب مليون شكر لحضراتكم. النهارده ان شاء الله كونكت 4، كونكت سنه رابعه ابتدائي، يونت 2 الوحده الثانيه، ديزرت انيمالز، حيوانات صحراويه. هنتكلم النهارده عن ليسن 4 الدرس الرابع. فالدرس الرابع او الدرس الرابع مقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ستوري، قصه جميله جدا، قصه البجعه والدب. والقسم الثاني فونكس، والقسم الثالث ماث. هنتكلم في الثلاث اقسام ان شاء الله بتوع الليسن، وهنخلص الليسن النهارده ان شاء الله. انت بس كبر الصوره وعلي الجوده علشان تشوف السبوره بوضوح. الورقه والقلم معاك، اوعى تنساهم. لو مش معاك دلوقتي هاتهم بسرعه، وقف الفيديو، هات الورقه والقلم وتعالى كمل الفيديو. لازم الورقه والقلم معاك وبتكتب الكلمات دي ورايا. وببقى سعيد جدا 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 من اللي بيصور كتابته وبيبعتها لي على جروب التليجرام. بالمناسبه رابط جروب التليجرام موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، ومتابعتكم وانضمامكم لي شرف كبير جدا لينا. طبعا على جروب التليجرام هينزل الواجب وهتنزل الماتيريال ان شاء الله. اطلب منك كمان انك تسجل فويس وتبعته لنا على جروب التليجرام، هتقرا قصه ذا بيليكان اند ذا بير، قصه البجعه والدب. اقول لك ايه، ما يلا بقى من غير كلام كتير نبدا فيديو النهارده. اول حاجه هنبدا كالعاده بالكلمات اللي احنا لازم نحفظها. اول حاجه او اول كلمه هنحفظها هي كف الحيوان او قدم الحيوان، اسمها بالانجليزي بو. لو احنا هننطقها بريطاني بو بو بو، بي اي دبليو، بو 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 بو. اما لو هننطقها امريكان فاحنا هنقولها با با، يبقى بو با بو بو، كف الحيوان او قدم الحيوان، بو 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 بو. اما المخلب، المخلب ده بقى اللي هو الضافر بتاع الحيوان او الطائر، المخالب اللي بتبقى طويله وحاده دي وقاطعه دي، اسمها بالانجلش كلو كلو كلو. برضو لو هننطقها بريتش بريطاني هنقولها كلو كلو كلو. السي هنا ك ال ل والاي دبليو او، كلو 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 كلو. سهله جدا، وقول معايا كلو كلو. بحبك جدا 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 يا اللي دلوقتي عمال تردد، كلو 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 كلو. مخلب الحيوان او مخلب الطائر، كلو 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 كلو. بالامريكان بقى اسمه كلو كلو، لكن بالبريتش كلو كلو. بو كلو بو كلو بو. ما ننساش كف الحيوان او قدم الحيوان بو، ومخلب الحيوان كلو كلو. وطبعا الدب عنده الاثنين، عنده البو وعنده الكلو، عنده الكف الكبير بتاعه ده وعنده المخالب كلوز. تعال بقى نعرف يعني ايه دب. دب بالانجليزي بير 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 بير. دب يعني بير بير بير. طبعا ذا بير الدب has عنده باوز او strong باوز and claws. بجعة اسمها بالانجليزي pelican 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 peli p e l i c a n pelican 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 pelican
بيليكان بيليكان بجعة بيليكان خدناها قبل كده يبقى دب بير بجعة بيليكان وقصة النهاردة the bear الدب and the pelican والبجعة the bear and the pelican يبقى bear pelican دب وبجعة بجعة pelican pelican طب تعالى نفتكر كده من الأول paw كف الحيوان أو قدم الحيوان claw مخلب الحيوان المخلب اللي هو الضافر بتاع الحيوان أو الطائر claw bear دب pelican بجعة البجعة عندها منقار ومنقار بالإنجليزي beak 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 b e a k beak 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 وطبعا البليكان بتبقى بيكي يعني منقارها كبير قوي 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 بيك يعني منقار بيك 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 منقار بيك منقار بيك منقار بيك 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 منقار بيك منقار بيك طيب افرض بقى بجعة شافت الدب البجعة اكيد هتبقى خايفة خايف بالانجليزي يعني scared 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 s c a r e d كلمات سهلة وحبيبي البطل هيقدر يحفظهم بكل سهولة scared 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 خائف scared 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 خائف scared scared the pelican is scared البجعة خايفة scared خايف scared 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 خايف scared نفتكر تاني مع بعض paw كف الحيوان أو قدم الحيوان claw مخلب الحيوان أو الطائر bear دب pelican بجعة beak منقار scared خايف قول انت paw هايل اللي قال كف الحيوان أو قدم الحيوان claw ممتاز اللي قال مخلب الحيوان أو الطائر bear شطار جدا دب pelican هايل جدا اللي قال لي بجعة بيك excellent ممتازين منقار scared perfect خائف scared برافو عليكم عارف انت بقى لما تيجي تاكل حاجة كده وتلاقيها كثيرة العصارة juicy كثير العصارة juicy تبقى حاجة لذيذة جدا لما تقول على الاكل ده انه juicy 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 يعني كثير العصارة juicy j u i c y juicy 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 كثير العصارة juicy 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 كثير العصارة juicy ويا سلام بقى لو الدب ماشي كده وشاف قدامه juicy fish سمكة كثيرة العصارة اكيد حيلتهمها juicy كثير العصارة juicy 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 كثير العصارة juicy وتبقى حاجة لذيذة جدا في الاكل juicy juicy جاي من جوس جوس اللي هو العصير juicy كثير العصارة juicy 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 fish سمكة كثيرة العصارة juicy 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 جاهز يعني ready 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 جاهز ready جاهز ready 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 the bear الدب is ready جاهز to eat انه يأكل the juicy fish السمكة كثيرة العصارة تصدق هكتب لك الجملة دي جملة جميلة the bear the bear الدب is ready جاهز ready ما ننسهاش ready جاهز to eat انه يأكل the juicy fish السمكة كثيرة العصارة اللذيذة يأكلها the bear الدب is ready جاهز to eat انه يأكل ويلتهم the juicy fish السمكة كثيرة العصارة ذكي بالانجليزي يعني intelligent 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 in telly t e double l i gent g e n t زي كده بالظبط اللي قاعد دلوقتي عمال يردد ورايا وعمال يقول ومنتبه وعمال يكتب you are intelligent انت ذكي intelligent 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 وفي قصة البجعة والدب هنعرف دلوقتي ان في واحد منهم very intelligent ذكي جدا intelligent 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 ذكي intelligent intelligent ملاحظ ان juicy كثير العصارة دي adjective صفة ready جاهز adjective صفة intelligent ذكي صفة intelligent
intelligent intelligent intelligent ذكي intelligent 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 وندهش بالانجليزي surprised 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 مندهش surprised 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 مندهش surprised لما تشوف حاجة مش متوقعها يبقى you are surprised أنت مندهش surprised 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 وبرضو surprised adjective صفة عندنا أربع صفات كتبناهم juicy كثير العصارة ready جاهز intelligent ذكي surprised مندهش اوعى تنساهم اوعى تنساهم الكلمات دي كلها حفظ وكلها سهلة انت تقدر تحفظها بكل سهولة انت شاطر وهتقدر تحفظها طبعا paw كف الحيوان او قدم الحيوان claw مخلب الحيوان او الطائر bear دب pelican بجعة beak منقار scared خائف juicy كثير العصارة ready جاهز intelligent ذكي surprised مندهش تعالى ناخد شوية verbs شوية أفعال هنبدأ بالأفعال المنتظمة اللي بنكون ماضيها بإضافة ed للمضارع هتبقى ماضي زي الفعل reach يصل reach 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 يصل reach يصل reach 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 لو أنا عاوز أقول وصل عايز أستخدم الباست هقول reached we add ed to the verb to make it past reach reached reach reached 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 reach reached reached the bear الدب reached for وصل لمين the fish السمكة reach يصل reached وصل يهمس عاود اوشوش whisper 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 والماضي whispered 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 we add ed whispered whispered whisper whispered whisper whispered whisper whisper انت بقى whisper بتوشوش لو انت بتقول كلام سر او لو انت scared خايف فيبقى صوتك مش طالع عارف انت بقى خايف جدا فصوتك مش عارف يطلع اصلا فكلامك بيبقى whisper بتهمس whisper whisper يصيح او يصرخ shout 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 يصيح او يصرخ اتكلم بصوت عالي بقى ويزعق shout 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 will past shouted 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 يعني صاح او صرخ shouted 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 the bear shouted صاح الدب shout shouted shout shouted shout يصيح shouted صاح او صرخ shouted shout shouted shout shouted reach reached whisper whispered shout shouted في افعال بقى ما بتسمعش الكلام يعني لما نقول لهم تعالوا بس عشان نضيف لكم ايدي يقولوا لا احنا كده لينا نظامنا ولينا دماغنا يا عم والمضارع كلمه والماضي كلمه تانية طيب هنضيف لكم ايدي بس اسمعوا الكلام وانتظموا على القاعده يقولوا لا احنا مش هننتظم على القاعده زي الفعل take ياخذ take 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 ياخذ take الماضي منه او الباست took 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 take took يأخذ take أخذ took take took take took ما تقولش take ما فيش حاجة في الإنجليش اسمها take take ماضيها took ده فعل غير منتظم أو فعل شاذ regular verbs أفعال غير منتظمة take took take took take took الفعل see يرى ما فيش حاجة في الإنجليش اسمها seed لا الماضي منه saw 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 فكرتني paw jaw saw برضو دي بالبريتش saw saw بالامريكان saw see saw see saw see saw 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 يرى see
رأى سو 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 يملك معناها have أو has. طبعا have لما يبقى الفاعل I have أو we have أو you have أنت تملك أو they have هم يملكون أو أي اسم جمع. لكن لو الفاعل he أو she أو it أو أي اسم مفرد مش هنقول have هنقول has. يبقى يملك have أو has have أو has he has هو يملك أو هو عنده she has it has the pelican has. يبقى هي وشي وإت وأي اسم مفرد اللي هم أصحاب الاس هيجوا مع has. أما I we you they وأي اسم جمع بيجوا مع have. يبقى have وhas الاتنين معناهم يملك والباست منهم had كان يملك أو امتلك had أو كان عنده had have has had. ال present المضارع have has أما ال past had have has. ال past منهم أو الماضي منهم had. في برضو important expressions أو تعبيرات لغوية هامة زي look scared. look هنا مش معناها ينظر حبيبي. look لما يجي وراها adjective صفة احنا قلنا scared خائف صفة. look لما يجي وراها صفة look معناها يبدو. look scared يبدو خائفا. look scared. the pelican البجعة locked scared بدت خائفة كان شكلها خايف. look scared يبدو خائفا أو يبدو مرعوبا. look scared يرفع يعني lift L-I-F-T lift its paw يرفع كفه. الحيوان بيرفع كفه lift its paw يرفع its paw كفه lift its paw the bear الدب lifted رفع its paw كفه. The bear lifted its paw رفع كفه. طبعا it was ready كان جاهز to eat the juicy fish انه ياكل السمكة كثيرة العصارة. يطير بعيدا fly away يطير بعيدا fly away يطير بعيدا. ماضي fly flow the pelican flew away طارت بعيدا. the pelican flew away البجعة طارت بعيدا. آخر expression excuse me معذرة excuse me معذرة ممكن نعملها علامة تعجب برضو excuse me معذرة. دي بتقولها مثلا لما تيجي تطلب من حد حاجة بأدب فبتقوله في الأول excuse me معذرة. مثلا واحد قال لك حاجة وانت ما سمعتهاش كويس فممكن تقول له excuse me معذرة وبرضو بتقولها لما بتيجي تعتذر أو بتتأسف excuse me معذرة. اوعى تكون نسيت تقول ورايا. اكيد انت دلوقتي شاطر جدا وعمال تردد ورايا. excuse me معذرة. excuse me معذرة. طيب تعالى دلوقتي نقرا قصة The Pelican and the Bear البجعة والدب. اول حاجة هنقرأ القصة كلها وبعد كده هنقرأها بالتفصيل ونبدأ نشرحها. اول حاجة بقولك the pelican and a bear are in the river. They are very hungry. They are both looking at a big juicy fish. The bear reaches for the fish. It lifts its paw. The pelican opens its beak
It's ready to take the fish out of the water. The bear sees a pelican. The pelican sees the bear. Excuse me, the pelican says, That's my fish. The bear is surprised and angry. Pelican, look at my claws. Now, look at my teeth. That's my fish. Pelican looks scared. I'm sorry, bear. It whispers. The bear is stronger than the pelican. The bear is happy because it has a big fish for dinner. Then the bear looks down. Oh no, it can't see the fish. It can't see the pelican. Pelican, where are you? Bear shouts. There is no pelican, but he can hear the happy pelican flying away with the fish in its mouth. تعال نقراها بقى بالتفصيل. بيقول لك a pelican and a bear. كان في بجعة ودب. Are in the river. الاثنين موجودين في نفس النهر. بجعة ودب في نفس النهر. A pelican and a bear are in the river. They are very hungry. الاثنين كانوا hungry جعانين. البجعة جعانة والدب جعان. والاثنين طبعا عاوزين يأكلوا. They are both looking at a big juicy fish. هما الاثنين شافوا الأكل الجميل مستنيهم. Big juicy fish. سمكة كبيرة كثيرة العصارة. فالبجعة بصت على السمكة والدب كمان بص على السمكة وكل واحد فيهم عاوز يلتهم السمكة الغلبانة. بدأ بقى الدب انه يوصل ويتسحب ويروح للسمكة. The bear reaches for the fish. بيوصل للسمكة وبدأ انه ياخد وضع الاستعداد. It lifts its paw. رفع كفه. والبجعة صاحبتنا برضو مش ساكتة. The pelican opens. فتحت its beak. منقرها. هي كمان رايحة للسمكة الغلبانة. تخيل شكل بقى السمكة الغلبانة في النص والدب رايح من ناحية بيرفع كفه والبجعة رايحة من ناحية فتحة منقرها. The bear lifts its paw with the pelican opens its beak. دب يا سيدي مرة واحدة الاتنين شافوا بعض. الدب شاف البجعة والبجعة شافت الدب. The bear sees the pelican with the pelican sees the bear. البجعة بكل براءة بتقول للدب excuse me معذرة. هي يعني فاهمة ان الدب بتاع تفاهم وكده فبتقول له معذرة. That's my fish. لو سمحت السمكة دي بتاعتي. السمكة دي تخصني. That's my fish. The bear is surprised and angry. طبعا الدب اندهش وزعل. ايه ده انت ازاي تتكلمي معايا كده؟ انت مش عارفه انا مين؟ انت بتقولي لي دي سمكتي؟ ده انا رايح اكلها. انت جات لك الجرأه منين؟ السربرايز مندهش اند انجري وطبعا غضبان. انت جايه تاكلي السمكه بتاعتي؟ فبدا البير يخوف البيليكان البجعه فبيقول لها بيليكان يا بجعه لوك ات ماي كلاوز بص كده لمخالبي بص كده للضوافر بتاعتي دي شايفاها كويس؟ ناو ودلوقتي لوك ات ماي تيث بصي الاسناني شايفه اسناني حاده وقاطعه ازاي. That's my fish. انا مش هقول اكتر من كده. السمكه دي بتاعتي. بصي لضوافري واسناني كده يلا السمكه دي بتاعتي. That's my fish. طبعا التهديد جاب نتيجه مع البيليكان مع البجعه. The pelican looks scared. البجعه شكلها خاف. Looks scared بدت خائفه. البجعه خافت وبدات تسحب ناعم معاه وتقول له I'm sorry انا اسفه. بير يا دب وبتتكلم من الخوف. It whispers كانت بتهمس صوتها واطي جدا جدا جدا. I'm sorry bear انا اسفه يا دب. I'm sorry bear انا اسفه يا دب. I'm sorry bear انا اسفه. طبعا هي معاها حق. The bear الدب is stronger than the pelican. الدب اقوى من البجعة. فاكر stronger than اقوى من اللي شرحناه في السيشن اللي فات المقارنة. Strong قوي. Stronger than اقوى من. The bear is الدب يكون stronger than اقوى من the pelican البجعة. The bear is happy. بدأ الدب بقى يفرح بنفسه كده وفخور. انا خوفت البجعة انا هاكل السمكة الجميلة دي لوحدي. وبدأ يفكر بقى هياكلها ازاي ويسرح كده. طيب اكلها ازاي واكلها فين بقى وبتاع عمال يفكر. The bear is happy because فرحان علشان it has a big fish عنده سمكة كبيرة for dinner على العشاء. فرحان جدا جدا بالعشاء الجميل بتاعه وهو بقى فرحان وعمال يتخيل كده وهاكل السمكة ازاي. Then the bear looks down. الدب بص لتحت كده علشان ياخد السمكة العشاء الجميل بتاعه. Oh no ايه اللي حصل. It can't see the fish. الدب مش شايف السمكة. It can't see the fish. مش شايف السمكة.
it can't see the pelican ومش شايف البجعة. هي السمكة كانت فيه هنا سمكة، طب حد شاف السمكة بتاعتي؟ طيب يا بجعة هي ايه ده، البجعة كمان راحت فين؟ البجعة كمان مش موجودة. it can't see the fish it can't see the pelican. بدأ الدب بقى من غضبه يصيح shout where are you، أين أنت؟ أنت رحت فين؟ the bear shouts الدب بيصيح where are you، أنت فين؟ أين أنت؟ وطبعا خلاص there is no pelican، مفيش بجعة. but he can hear، ولكنه الدب he can hear سمع the happy pelican البجعة السعيدة flying away بتطير بعيدا with the fish in its mouth والسمكة في بقها. يعني البجعة ذكية intelligent، هي اللي ضحكت عليه وخدت السمكة منه وهو فرحان وفخور بنفسه، هي سهته يفرح بنفسه وخدت هي السمكة وطارت بعيدا. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. Part 2 الجزء الثاني من lesson 4 من الدرس الرابع بيعرفني الفرق بين بي وبي. بي بي ودي للاسف ناس كتير جدا بتتلخبط بينها او مش بتراعي الفرق بين الاثنين، يعني هي شغاله على طول بي 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 بي، ده اسمه بوك وده اسمه بن. هي ده غلط طبعا، لكن في ناس بتتعامل كده بوك بن اي بي وخلاص، بي وخلاص، هي بي واحده للاثنين. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده، طبعا بيعمل اختلاف كبير جدا بين الكلمات. يعني انت ممكن تقول على البسله دب وانت مش واخد بالك، فخلي بالك من الجزئيه دي. بي 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 ده الحرف. طب الساوند بتاع بي ب ب ب والساوند بتاع بي ب ب ب ب ب هتطلعها هوا من بقك ب ب ب، مفيش اهتزاز في حبالك الصوتيه وانت بتقولها ب ب ب، لكن بي مفيش هوا هيطلع من بقك ب ب ب ب، وفي اهتزاز في احبالك الصوتيه ب ب ب ب ب ب. كلمات يا سيدي بتبدا بالبي الدب، دب يعني بير بير بير، ما تقولش بير بير دي حاجه هناخدها دلوقتي، لكن هي بير 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 ب ب بير بير. والطائر اسمه بيرد 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 ب ب بيرد بيرد بيرد، ما تقولش بيرد، ما فيش هوا يطلع بيرد غلط. بيرد 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 طائر بيرد. المنقار اسمه بيك بيك بيك، ما تقولش بيك، بيك دي حاجة تانية خالص، قمة الجبل، دي اسمه بيك 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 بيك. منقار بيك 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 بيك. نحلة ما تقولش بي غلط، بي 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 بي. the letter b makes the sound b bear bird beak b. أما بقى the letter P makes the sound P P P P P P P. البجعة، البجعة ما تقولش بيليكان، قول بيليكان 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 بيليكان، ما تقولش بيليكان، بيليكان غلط، هي مش بي هي بي، بيليكان بيليكان، لازم الهواء يطلع من بقك وانت بتقولها بيليكان بيليكان بيليكان. قول 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 بيليكان، قول ما تتكسفش، بيليكان 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 بيليكان، بحبك جدا وانت بتقول معايا بيليكان بيليكان بيليكان. البجعه بيليكان. الدبوس ما تقولش بن، قول بن 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 بن. لو قلت بن دي سله الزباله اسمها بن ب ب بن بن بن، واكسرها بن، ما تقولش بن، بن ده القلم، الاي دايما بتكسر، بن بن مش بن pin 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 pin. الكمثرة اسمها pair 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 pair. لو انت ما طلعتش الب قلتها بير يبقى انت بتقول دب دب، لكن هي pair 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 pair. كمثرة pair pair، الهواء يطلع وانت بتقولها pair 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 pair. الكمثرة pair. البسلة اسمها peas 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 pa 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 peas 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 peas. البسله peas peas بسله peas. pelican pin pear peas تاني pelican pin pear peas pa 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 pa.
بارت 3 الجزء الثالث واخر جزء فراكشن الكسر fraction الكسر. عارف الكسر اللي انت خدته في الرياضيات هو ده هناخده بالانجليش fraction. الكسر اسمه بالانجليزي fraction. يبقى ده fraction. ولو رسمنا رسمة انا ما اعرفش ارسم اصلا. لا الدايرة جت مظبوطة حظك حلو. وعملنا كده fraction two fractions كسرين two fractions. طيب كده four fractions اربع كسور fraction الكسر fraction. ايه هو تعريف الكسر؟ A fraction is a part of a whole. يعني الكسر هو جزء من الواحد الصحيح. يعني ده whole ده واحد صحيح بناخد منه حتة صغيرة بناخد منه كسر ممكن نصه ممكن ربعه ممكن تلته ممكن تمنه. فالحتة اللي خدناها او الكسر اللي اخدناه ده اسمه fraction. يبقى what is a fraction? A fraction الكسر is بيكون a part of أهول. مطلوب مني احفظ الديفينيشن ده؟ لا مطلوب منك تفهم بس A fraction is a part of a whole. الكسر هو جزء من الواحد الصحيح. A fraction consists of بيتكون من two parts جزئين. يعني مثلا عندك الفراكشن ده انت خدته في الرياضيات بسط ومقام. لكن البسط اسمه ايه بالانجلش والمقام اسمه ايه بالانجلش؟ تعال نشوف. البسط اسمه numerator ده بالبريطاني numerator ده نطقه بالبريطاني بالبريتش بينطقوه كده numerator ونطقه بالامريكان numerator سواء سمعتها كده او كده هما الاثنين البسط اللي هو العدد اللي فوق ده fraction. The fraction its numerator البسط بتاعه is one واحد numerator الرقم اللي فوق ده numerator او بالامريكان numerator المقام بقى اسمه denominator برضو بالبريتش denominator دين امشي معاها خطوة خطوة بقى denominator قسمها تحفظها denominator وبالامريكان denominator سواء كده او كده هو ده المقام الرقم اللي تحت. يبقى the fraction الكسر consists of بيتكون من two parts جزئين رقم فوق ورقم تحت one over two one ده البسط اسمه بالانجلش numerator و two denominator. تعال نقول كلام بالانجلش ونشوف هنعمله ازاي. A fraction كسر صعبان عليا الدايرة الحلوة اللي انا رسمتها دي ان انا امسحها. A fraction كسر تمام عرفنا هنعمل fraction وبعد كده its numerator is one تمام its denominator is six. تعالى بقى نعمل الكلام ده بالأرقام. A fraction هنعمل كسر تمام هنعمل كسر its numerator اللي هو البسط is one واحد its denominator والمقام is six هو ده one over six. انت عارف one over six دي يعني ايه؟ يعني كأنك بالظبط جبت رغيف وقطعته على ستة بالتساوي فكل واحد خد one over six او six او السدس كل واحد خد السدس اللي هو ده 1 over 6. لما يا سيدي يجيب لك منظر ويقول لك قول لي الفراكشن بتاعه يعني مثلا يجيب لك رسمه دي كده مش هنرسم دايره تاني هي ظبطت معانا مره مش ضامنين بعد كده ايه اللي يحصل. البتاع دي مش قد بعض هنتخيل ان هم اربع رسومات قد بعض ويقول لك ده
اكتب لي المنظر ده بالفراكشن بالكسر. حاضر احنا هنعمل فراكشن، هنعد البورتس 1 2 3 4 يبقى ده الدينومينيتور المقام 4. طيب الجزء المتظلل 1 واحد بس متظلل 1، لو كانوا 2 هنكتب 2 over 4. طبعا انت عارف الكلام ده وخدته في الماث كويس جدا، ده فراكشن. فراكشن نيوميريتور از 1 اند ذا دينومينيتور از 4. لما يطلب منك الرينج ترتب ذا فراكشنز الكسور ان ديسيندينج اوردر بالترتيب التنازلي. بص معايا كده، في حاجه اسمها ديسيندينج، دي اي اس سي اي ان دي اي ان جي، descending 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 تنازلي descending descending تنازلي تنازلي descending تنازلي تنازلي، هنزل من الكبير للصغير، ببدأ from the biggest من الأكبر to the smallest إلى الأصغر، ده descending descending order descending order ترتيب تنازلي descending order descending order descending order. هديك شوية fractions كسور وعاوزك انك ترتبهم in descending order بالترتيب التنازلي 1 over 2 1 over 3 1 over 5 1 over 7 1 over 4 1 over 6. مطلوب منك to arrange انك ترتب these fractions الكسور دي in descending order بالترتيب التنازلي. يعني التنازلي يعني بنزل من الكبير للصغير، مين اكبر واحد؟ هتقولي 1 over 7 ده اصغر واحد. عايز تعرف اكبر كسر؟ بص للدينومينيتور، بص للدينومينيتورز المقام، اصغر دينومينيتور اصغر مقام هو اكبر عدد. تخيل اصغر مقام 1 over 2 2 هنا ده المقام، اصغر دينومينيتور هنا 2 ده اصغر واحد، اصغر واحد هنا 2 يبقى ده اكبر فراكشن اكبر كسر النص 1 over 2. لما نيجي نعمل الاوردر هنعمل كده 1 over 2. طيب بعد 1 over 2 1 over 3 انا كده بمشي من الكبير للصغير، النص بعد كده التلت اصغر منه، التلت اصغر من النص فعلا. طيب بعد كده 1 over 4 خلاص خدنا ده وده 1 over 4. طيب بعد 1 over 4 ها عندي 6 7 5 لا 5 1 over 5 بعد كده 1 over 6 بعد كده 1 over 7. تخيل ده descending order ده الترتيب التنازلي للفراكشنز للكسور from the biggest من الأكبر to the smallest للأصغر أو from the greatest to the smallest 1 over 2 1 over 3 1 over 4 1 over 5 1 over 6 1 over 7. بتبص للdenominator للمقام، أصغر مقام يعني أكبر كسر. احنا كده خلصنا فيديو النهاردة، بعتذر لو كان الفيديو طويل عليك شوية ولكني حقيقي كنت مستمتع وانا بشرح الفيديو ده. اتمنى انك كمان تكون استمتعت بالفيديو، بشكرك جدا انك وصلت للنقطة دي في الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو تقديرا للجهد المبذول فيه، هتوحشني كتير جدا 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 لغاية الفيديو جاي ان شاء الله. وي جود باي، مع السلامة.